بدعة الدين والله الغضب والله جاء يا هلا البزنس ولا عنكم بداية وشاشة الواقع خلاها ما يخالي تيك تاك هلت مع نجوم ومع جزايل يا مشاهد خل عينك في العلالي يا مشاهد خل عينك في العلالي اي من هو في نجاحه ما تمايل سقف حلمه مرتكبه في العلالي سقف حلمه مرتكبه في العلالي استغل الوقت وايام قلايل لا تفوت فرصتك والوقت غالي من خصال ومن جزيلة من تعايل العبوا واستانسوا ورت معالي العبوا واستانسوا ورت معالي ادرك هاي شباب ماسك مع الحظ راح ها الحين ترى رجعت مقدم ذاك اليوم الحب ما عليه صح نسيت والله ذاك اليوم مقدم شوف معاك ربيش توني اتذكر شغل مايك تمام تمام سمعنا اشارتك وفذت قلوبنا الله يسلمك انت الفقره مين لكم يا جماعه ها فقره للجمهور بس سهلون الجمهور مثلنا حق اروح مثل انت الجمهور اليوم ما جاي عشانكم انا ولا انا جاي اصلا ما ابيكم يكفي شوفت تدينا ما نبي لا تعرف لا تكفي يكفي شوفت ولد 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 اللي ما يبي انا نبي احنا ما في ما في جايب العاب انا بلعب فيها انا واتصرف مع الجمهور وانتم ما لكم دخل طيب ما دامك صمت ما دامك سعادة سعادة امزح ما دامك صمت على رايك شو رايك يعني؟ ها؟ اسحب كببتي عندك اوكي معاك يلا تكفى عزتك تكفى عزتك نبي نلعب طيب اول شيء خلينا نرحب بالمشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم فقره جديده وفعاليه جديده من تيك توك معكم انا عبد العزيز الاسلمي ما عليكم زود ان شاء الله اليوم في فعاليات خفيفه لطيفه وبنستانس وجايبين قهوتنا معنا وبنضحك وبنسولف وش بنسوي بعد؟ نضحك ريالتي بتبكي معنا بعد الفقره وبنخلص الفقره وتمشي هذه ما في ما في مسكه طيب الشباب وينهم؟ ناحية منو انتم اربعة صح؟ ناحية وين؟ راح ينادي انس يلا يا ابوي وانس وين؟ راح ينادي فوق وين الارض؟ ما شفته راح هو ما ينشاف شلون شلون شلون؟ هو يطلع صوت الا طيب اليوم خلني تعبتوني تعبتوني سلامتك انا تعبان ليه تعبان؟ خلني اشكي تعبك الموضوع فيه تعب انا ارد على تعبان وش تخيل اني جاي من الجبال الصناعية. يا طاري الجبال. يوم إنك يوم الكلية ها. اسمع هذا كمل له. فتح جروح الكلية وراحت. راحت الكلية وراحت. فلسنا. مستقبل. طيب جايكم من مشيت من الجبال ورحت الدمام. ورحت وصلت الرياض. وخذيت أغراض الفقرة. ومريت كم محل. وبعدها خلصت شغلة. وبعدها جيت القناة. والحين دخلت عليكم. لا وقبله دخلت كفش الروم. وقبله دخلت كفش الروم. قعدت تدافع عننا. وقعدت تدافع عنكم. وتهاوشت معهم. والحين دخلت عليكم. بعدين نبي نلعب فعاليات. وبعدين أعطيكم نقاط. بعدين ها ما في براي. تعيش. عاشوا. يلا الله يسمع منك. ولد. يا رب. عطني. يا رب. طيب. تعيش عاش عاش انس وقال عيش وقال عيش عاش دو موسيقى ابو سعود عطني عصب عصب شوف ها ابو سعود عاش عاش دو موسيقى ها هنا واقفين هنا واقفين واقفين ابو سعود عطني دو موسيقى عاش العبوا ولد ستانس عاش قال عيش الليالي زايله عاش هلا ومرحبا الله يحييك مرحبا يلا وصخ كيف الحال كله زين طيبين نقص الحوش شكرا طيب خلاص اوه شيء اخبار ما لقيت نجي هلا هنا والله عادي عادي ريالتي طيب خليني اشرح لكم الفعاليات قبل لا نبدا اهلان قسم مجموعه عندنا الفعاليه الاولى اما مجموعه ناحيه تحمايكك طيب الفعاليه الاولى يا جماعه الخير شوفوا العصيان هذه اي تصفقوا به لا يلا العصيان هذه واحد واحد يكون هناك تعال تعال محمد اشرح روح هناك وين قدامي لا امزح تعال خلوا الكور عندنا
شوف امسك شوف لا اخذها الحين امسك انزل 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 تنزل طال عمرك وتهد هاللون زين ترجع تشيله وتكمل تفكه فوق في الهواء وتهده لا لا انس انت تقول انا وياك والراس والصدر كمل واسمع وتفكر بس ما تفكر الحين لا لا هي تفكر بس انا بوصف لك تفكر هنا بعدين تكمل وتشيله وتروح تقطه هنا زين لا تقطه تقطه خلاص عشان حلوه يا اخوي يعني بنطلع نرجع هناك تعال لا قطيت هنا فوز اخي ايه عزوز سهله خلاص بسيط زين خلاص رجع رجع ايوه طيب فهمت الفعاليه الاولى؟ ايه متسابق انتم بنقسمكم مجموعتين؟ لا تكفى خلاص ايه بنقسمكم والله انتم مجموعه واحده لا لا ما هي مجموعه واحده ما في عددنا واجد نقاط رجع كرة مكان اوف برد مشيت 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 عاد وين رايح من كرة قرية زين شوف المتسابقين واحد هناك اثنين هناك واثنين هنا حلو يكملون يقطون الكوره بسله حلو بعدها نروح وين اللعبه الثانيه اللعبه الثانيه هي وشي وشي انا اعلمكم وش هاللون هذا اللعبه طال عمر تسوون هاللون لازم اثبته لازم اكس او تلعبونها بس شلون اكس او الحين قربتن صح ايه؟ تعدل كذا صح تثبتوا هنا وتكمل تثبت هنا تثبت هنا او لازم لعيب الحذف ذي أيوة لازم لازم سواء كذا ولا كذا عادي اهم شيء هو يتعدل عادي لو يتعدل هنا بس وتكمل فهمت سواء على وجه ذا ولا وجه ذا عادي احنا لازم اهم شيء تعدل الكوب اسمع اسمع طيب اسمع لازم يثبت مكان معين ولا لا. مكان لا عادي عادي اهم شيء يعني اهم شيء اختار بكيف ايوه بعد تختار المكان اللي تبيه والعز وتفكر كذا نبدا هناك لو وصلنا واحد يجي من الفريق هذا واحد يجي من الفريق ايوه ارق ارق طيب الفعاليه الثالثه فعاليه افقعني لا امزح الفعاليه الثالثه تشوف البلوت هذه تشوف البلوت هذه ايه تربطونها بهذا هي وتصمخون اول واحد اثنين ضد اثنين كل اي تفقع لا مو بالبطن لا بيدي بيدك ايه؟ تفقعونها اربع ايه؟ بلوت برجونك لا مو برجولكم لا برجول احسن لا بغيرهم لا تحطونه بهذا وتخمطون هاللون ايوه هاللون وتخمطون لين تفقعون التخامط ايوه لا فقعتون المجموعه اللي تفقع هو الفايز يعني المجموعه اللي تم تفقع اول هي الخسرانه والبلوت هذه هي هذا كله تربطونها كل واحد كل واحد وحده كل واحد اربع بلونات هنا اربعه هنا اربعه هنا اربعه هنا اربعه اثنين ضد اثنين الفعاليه الثالثه وشي لا الرابعه اقصد هذه هاي الثالثه الفعاليه الرابعه طوال العمار امثله نتكلم وياكم وانت قهوه وكل مجموعه يعني تشرحون لبعض تشرحون كل واحد يشرح الخويه فعاليه الاكل متى فعاليه الاكل بعد ما نخلص الفعاليات اهم فعاليه البقره حلوه طيب يلا يا ابو احمد صدق تو شوفوا وقفوا كذا وقفوا كذا بسرعه احسن مو من كثرنا يا مشرف وقف هذا شنو افتخر شوف لهم منين جاي صح اي حقره بقره قال لي يا عمي عد ال 10 واحد حقره بقره قال لي ها طيب الطواله معنا محمد معناه على الصدام على الصدام على الصدامين ولا نراك كتفي عوره ترى اي والله صار كتفك عورك فهمت يلا روح هناك انس روح هناك انس انا اعرف له زمه صح ما عليك سر المهنه هذا الحمد لله قال عندنا اول كيف وكل ليش انا قلت لكم ابدو ارجع 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 على الخط على الخط على خط البرنسجي قبل ما نبدا اتحدد من ناحيه فهم اللعبه قبل ما بسرعه لحظه لا لا من ناحيه اصبر اصبر من ناحيه بسرعه وقف هنا في تو ثلاجه لا رجع من غير غير عز غير ضيق عليهم كذا لا لا انا بك ضيق عليهم عز غير الثلاجه واحد من الثلاجه لا لا دقيقه قلت ثلاجه اخوي قلت ثلاجه اخوي رحم امك انت وياه وش الحركات هذه ما داعي ايه انا اشيلها لا لا ثبتها انا معي لا خصصت الفقرة خلها لا لا اخي اطق حرام عليك شفت خاف تطق هاشتاق عليك شفت كيف؟ فعليك ما عليك يسهلني حتى الكور يخافون مني واحد اثنين ثلاثة روح ايوه شيل روح على سلسلة 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 وصل قبله بسرعة لا وي 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 تعال تعال يا ولد هذي من اللي فاز الحين؟ حنا انت تقول لي من اللي فاز؟ حنا طيب ليش رحتوا للفعالية ذيك بسرعة؟ اسمع اسمع لا لا عز عز من اللي فاز؟ عز ما يفكونا في الهواء يفكونا تحت لا فكناها طيب بنشوف
فكيتوا بلا ولا يا خوفك يا مشي مزي اسمع ما بنستلقعه فكينا قبل لا تصل لا ما فكوا بلا ملاحي ومحمد الناصر دي كيف لعبتهم شوف هذا اللي ركز على اهداف غيره انا لا ارتفع لثان اصبر باقي هنا طيب كيف لعبتهم هنا كويسه ولا لا اعتذر انا ما شفت تعدهم من جد وجديد صح لا هذا كان صحيح نجحنا مثل لا لا كلكم ما شو انا كلكم لا اسمع دي يوم انا نهدر هدش مثل القى مش مثل هبه كيف كيف يعني بمسافه قصدك ايوه كذا هنا وتهدها يلا دن بعدها تكمل كذا كذا هلون لين تثبت وتشيله يعني موت وهي طايره تقعد تخمط لا خلاص شوف يعني ليه ما تثبت ايوه اثبت طلع بعدها تشيل يلا 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 يعني مشكلتها كانت التثبيت يلا لا تقول ثلاجه 3 2 1 عشان ما اعطيك بلاص دقيقة واحدة اثنين ثلاثة اللاجئ يا ولد خل دي فك شو فك الجوال حطك بعد لا 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 فك يا أجل المشاكل ما في أخي لو في أخي أسمعتكم عليها واحدة اثنين ثلاثة بسرعة براحة يا سيدي تخدم محمد طوالة محمد طوالة الله 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 ما في فار هذا شفت انا شفت ما مشعل تقول قول كلمه تلحق طرد بالفار صح يا ابو سلام ايه شفت هالات غلط شفت هالات غلط اوريك شفته هو هذا انت شفته لا لا محمد لا محمد 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 انا اخطا مو جاي مني انا ما لحقت عليه لا محمد مش حبوج محمد علشانك هزه محمد مش حبوج اسمع ترى عشاني سكرت ولا انتبه شوي شوي اخوي انتبه شوف شوف انت هذا ايش هذا ايش تبي انا ما اخذ العقد واخر وراك اقسموا لي على انس مطيري ايوه لا هنا العداله انا شخصها معي هو لا لا انا ساعات خصم انس مطيري تعال عز يلا اربيل الحين في الثانيه خلاص اشوف من هو صاحب التركيز العالي وصاحب ما ادري شو يقول عزوز انا محمد واحد واحد لا واحد واحد يلا طيب بس سريع هذا بعد انا ارجع 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 ايه سريع سريع ايه سريع 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 من ناحيه قدم ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ شوف هذا هو من وين؟ ايش الطريق هذا؟ دقيقه تعال وش الطريق هذا؟ ما تعرف وقف كذا وقف هلا هو من تعال تعال بالله تعال هنا لو سمحت تعال هنا يا باشا وي باش داخل محل ماك دخل انا مون عليه عطنا الحركه الحركة هذا بجماعة الخير كيف تكتشف الماء الماء ولا الهواء؟ الهواء 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 كيف تكتشف الهواء؟ هذا من خبرات محمد طوال اكتسبه في البرنامج الماء كذا الماء كذا في القرية شاف الماء كذا ديك كيف كيف؟ تعال 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 هنا كيف اكتشف الماء؟ هذا هو كي صح الماء؟ واحد في ماء هنا ولا؟ هنا لا احمر هناك طيب يلا ارجع يلا ارجعوا كلكم ارجعوا ارجعوا من تتنافسون هنا؟ اسمع عبارة عن اكس او لكن هنا صح؟ لا العكس تعال مناحي وطواله تعال مسر دي تعال مسر دي يلا ارجع مناحي ارجع مسر شوي ارجع مسر شوي بعد 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 طيب اسمع احنا نلعب لعبه واحده بعدين يجي انس وقفوا هنا وقفوا مناحي الله يعوضنا باللعبه ذي بالصوره اي عشان تمديكم تعدلون وقفوا هنا تعال تعال مسر دي لا اثنينكم مع بعض تصدق ان خسرنا اللعبه يا عز بدل انا لعبت كذا ما أيوه؟ انت تيجي انا سيلعب صح؟ لا ها هلا ايه لا تعدلها نشوف من يفوز ايه بس انا ومحمد يعني ايه بعدها يجون انا بعدكم يلا واحد اثنين ثلاثة لا لا داخل 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 يا ولد لا عاد 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 يا رد وهدوا العيال ارجع ارجع انس ارجع ناحي الله ايوه كمل 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 واحد كمل ايه اي ما طيح الاول ها ايوه حده حده اسرع 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 لا 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 اسرع عز الطوال معك الطوال العب ها عز ايوه اي عاد ايوه لا خي حط هنا لا 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 كان هنا شلي والله غير غبي لا 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 لا
اثنين صفر احنا فزنا بهذه وهذه. اي صح صح. مش على حسب معي واحد دينا والحين 1-0 عشان كنت تفوز. فريق الحين 2-0. اي احنا نقطتين. ام نقطتين على الكاميرا. طيب وقف تعال جنبي تعال جنبي تعال جنبي. تمسكنا بسرعة. تمسكنا. واحد اثنين. واحد. هي. ها. كنت ثلاثة شو بلاك كنت؟ ثلاثة يس قبل ايوه قبل حيان حده بسرعة بسرعة يا ابو مناحي غير عيش الكام اوه في كلام من عداد ها شو يقول؟ ها للاسف شو الشديد انا صغش نعم نعم العداله مش على تعال تحضر العداله مش على العز يلا تنعاد ليه لا امزح امزح شيء كلمة الرجال بس النقطه راح تروح على 16 مش اسمع عليك خربت خربت لعبه رجالك بتجمعها احنا ما عندنا مشكله احنا نروح الرياضيه روحنا الرياضيه احنا يا تعب عز يا تعب وجيب الالعاب حلو حلو الكوب هذا والله عندك نص الكوب هنا خلاص الكوب خلاص خذ طيب الحين عندنا شو الحين عندنا شوف من يبقى طيب عطى عطى حلال عطى حلال داخل داخل اعطيه ثنتين يا اخي تعال 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 من ناحيه حموت اخذ حقت البيت البيت منها هذه الحين نربطها هاي اللون تعال شلون شلون اربطه كذا ايوه شلون اربطه يلا اصبر اصبر يلا انتبهوا للكتمه ها انتبهوا اخرخ هدوا دقيقه انتبهوا شلون اربطه 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 كذا حموت ما تربط يلا شوف انا بقول لك هلو أنا ضبط لك ما تعلمون تربطون أنتم حلو بلش تبا يا ولد أهلا منو ما يربط عز ما لقيت لون غير الأصفر خلاص اسكي لا لا ما كيف ما تكفي واحدة تنفلت تقدون تشورون النار تعال تعال أنا جاهز عز خلاص ناحي جاهز بعد نجاهز أنس ما شاء الله على طول ها ربطت ربطت أنس رضي أكيد مضبوط ما تنفلت مرة ما تنفلت آه ربطت محمد اربط أنس له ها بسم الله عليكم وشو هالصوت طيب وقف لي بطير 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 طيب تعال وقف لي وقف لي أنس وأنا أنس ومحمد وقفوا لي هنا مثل عيش صعب يبقى قابلونا قابلونا هذه حلبة يعني قول هنا يعني. في حلقة حلقة ستاند باي مع بعض كلهم دقيقة بلدين صح؟ ايه بلدين الأربعة مع بعضنا ها؟ عادي صراحة أذكى واحد تبي واحد يلا عشان مشعل مشعل يقول واحد واحد بالعكس خلها كذا لا لا عشان نشوف من الأقوى طيب استعد ها شو مسوي هذا استعد انس جاهز انت كيف طيب ستاند باي اخشي منو نطيح خويك انا شو مناح اي بيدخل يلا انا اخشي شو احمد عطو خايف لا حش البلونه بخلي بخلي اذا خايف اعترف اوه انا خايف لا تخاف خاف لا قلم ما في انا خايف
تعال تعال سلام ايش اسمه عشان ما يعني تعال اصبر سيارة الخطة طيب ارجع مكانك ارجع مكانك ستاند باي ارجع 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 ستاند باي عز اخويك عز اخويك عش مناحي واحد عش مناحي ثلاثة ناحي ناحي يلا انا استقدم الله 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 ابقى نوره ابقى ساية ابقى ساية الله الله انا سي قاتل بوحدة مناحي قاتل بإثنان ما انتهى الوقت باقي باقي يلا ما في وقت يا جماعة الخير ما في وقت لازم نفقعين كله طيب نشوف ارجع 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 من الدائرة نشوف منو هل مناحي صاحب الاثنين يفوز ولا انا سبطيني يتقدم مناحي الله الله اكبر عليك مناحي اوب 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 انا يتقدم الله الله مناحي اوب اوب مناحي كل هالجسم خايف الله عليك مناحي ليش طلع 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 يا عاد عاد سنة عطت حلبة يعني طلع طلع دور الدم يلا خلاص يا مزيان ها ترجع من يحضر وقع واحده لا طيب ابو عايل يا ولك من الحين احتال احتال عليه بسرعه شو ده قوي ها شو اسمع اسمع عطى وانتو فهمت دق يشار يمين يطلع يسار فهمت لا يا ابو عايل يا ده تجي اسمع عرض اشاره يمين دق يشار يسار بسرعه اذا هي على المعجبين شعر شو اسمي قصيده بسرعة يا ولد افك اخلص ادفع يا اخوي افك عود بسرعة اخلص تعبت؟ ايه طيب سجل لي واحد هنا ثلاثة اي ثلاثة هنا واحد ثلاثة يا اخوي شبيب او شبيب حد كتلي عاوي لا لا واحد اثنين واحد ثلاثة ثلاثة حنا بدنا بالكسو مرتين مرتين ما تعتبر مرة لا تعتبر مرة صح انا قلت نقطة واحدة نقطة واحدة اي صح اثنين واحد لا احنا موازنة ما ندري احنا احنا نقطة وش يا اخوي يعني يقول لي كذا اي فريقين الفريق الفوز ياخذ النقطة ايوه نفس هذه طيب ارجع ارجع ايوه فريق محمد طوال اثنين خذ خذ نقطة هنا وخذ نقطة هذه بنقطتين الحين نشوف من ياخذ نقطة هنا ايوه ارجع هنا الحين لوفس على محمد زين تعال هذا فاز اي عندنا الامثله اي يا شوف من تعال سلام ارجع ارجع اي صح سلام هذا اسمع بس اسمع عشان حازم التعادل ها هذا لازم عشان تعادل انا لازم افوز عشان تصير نقطتين نقطتين تعادل نضبط بشكل جميل للمحازم نسيت الدانك اللي بعده ولا 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 دانكن انا اجيب لكم دانكن انا كنت شغلنا بالدانكن انت وياه والله زين ايه وغير هذا تكفى داخل مطعم تقول درايف درايف شو والله بس والله نجيكم بيتزا والله انت شوي والله نروح اجيكم وجه والله ايه ابو شبيب انت فك 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 والله لا والله ابو شبيب انت طوالة هدوا عفوا اي والله اي والله وش واحد معنا هدوا هدوا عبعب الصاطي والراسي الصاطي والراسي الله في ميدان فبقيع البحر ويلو والراسي ارفع شارة ارفع شارة عطني عطني ويلو لا يعور الثاني الصاطي والراسي لا حد يعور ثاني لا 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 اتبه فكري الصاطي والراسي ما بيدخل لا حد يعور الراسي كتفي كتفي الصوتي والراسي انا مشمير لا حد يعور الثاني الحمد لله بدوحه الصوتي والراسي لا حد يعور الثاني لا 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 في مشكله بس بخلي مشكله فاصل واصل فاصل واصل اربطها سرعة قاعد تنسى قاعد تنسى بسرعة بسرعة يلا حنا فايزي الصوتي والراسي لا تحرك لا تعور الراسي الصوتي والراسي لا تحولوا الراسي لا 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 تعال 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 جيبها لا فاز الطوالة فاز فاز ابو فلاح خلينا نشوف فاز محمد شبيب مشقوقه تعادل الحين ما خلاه يعيش
عز من هنا ايه عز عندك لا هو سحب السلك قال كذا عز حبيبي عز ابوي مشعل ما عندنا مشعل عنزي الحكم حكم مش اوريك مشعل وحكم مشعل حكم غمير مش عندي راي مشعل مشعل عنزي ها تشوفن شوف طالع معي البالونه من هنا منخوشه شوف هذه هذه اصبر اصبر البالونه من هنا منخوشه دقيقه يمكن ما ادري البالونه من هنا منخوشه انا المخشت فما ندري هل محمد طوله هو اللي مخشاه ولا من ايش اسمه الحبل فايش رايك نعيد الحرب خدعه عندي لك راي باقي المسر دي واحده بس انها فشت مو مخوشه ومحمد طوال باقي الاثنين لا اقول لك كلها اسمع هذول حكيت المسر دي شوف هذول الاثنين لا هو سحب سحب واحده واحده الحين تعال واحده افجر له واحده لا 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 هذه فاصله بينهم تعادل هذه فاصله لا لا ما في تعادل تعال تعادل افجر واحده عاد عاد يوم 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 تعال لا مو هنا ما لك كيفك ايه الصاتي والراسي لا احد يعوضني شلون شلون نربطها هذه الصاتي والراسي لا احد يعور راسي تعال اكبس خليك لعبتك خليك لعبتك تعال تعال خلاص يلا نكمل وقف وقف هنا محمد طاله وقف هنا انت محمد نصر وقف هنا واحد اثنين ثلاثه بسرعه اصفر اصفر ايه عيب اللون هذا لو ازرق كامل شو كان داخل لا 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 انتبه دقيقه طاله دقيقه طاح طاح حظك اربع شاره اربع شاره يا اصفاتي وراسي كنت خارج اللعبه يا حبيبي كيف حرام يا ترى كيف يا راسي من الصاتي وانت يا من الراسي وش هذا وش هذا شوف اوه معليش معليش محمد انا صار ثاني مره تنفك مني خلاص خلاص انا يفوز الطوارة تعال ابو شبيب اي والله تعبت صدق جاء طواله استغل الفرصه وفقعها فهكذا تحتسب نقطه الى فريق محمد طواله والسطيري صفقوا حبيبي صفقوا استاذ صفقوا صفقوا قلت انا رده فعل غير الصوت هذا هذا تعبان هذا رده فعل هذا العظيم جيب الكره جيب الكره جيب الكره جيب الكره بسرعه جيب الكره جيب الكره واحد اثنين كورتي ها كورتي طلع عذر رب الفلق من شر ما خلق طيب باقي عندنا لعبه الامثله عز عز في لعبتك ها سويت اكفى بالعصي اي لا ما تعادلوا لا شلون شلون تعادلوا الا تعادلنا لا الا تعادلنا بوشو محمد الطواله وانا السنطيري اخذوا ثلاث نقاط انا فزت على مناحي فاز على انس مناحي مع محمد مشردي 3-1 مناحي مع محمد مشردي 3-1 ثلاثة واحد وين؟ يلا عزة بجي ها؟ لا تأخر يلا وش محمد طوال أنا؟ وش محمد طوال أنا؟ تدد لا ترفع صوتك لا ترجيك يما 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 طيب شو اسمه؟ الحين اللي فاز باللعبة هذه محمد طوالة حبيبي وليس الطيري فوز مناحي ما يحتسب لان خويه يخسره. طيب طيب باللعبه هذه اخذوا انا ساخذ نقطه ايش اسمه محمد طول اخذ نقطه ومناحي اخذ نقطه. هذا صاروا تعادل. 3-1 اي صح صح انا لعبتين قبل هذه وهذه. اي صح صح تو تو اتذكر. الحين الفاصله تدري ايش هي الامثله هي الفاصله. مو فاصله احنا ثلاثه هم واحد. انتم اثنين. هذه النقطه هذا هذا اللي صارت هذه صارت وشو؟ انت انت خذت نقطة ومن ناحية خذ نقطة. حلو. حنا قبل اثنين ترى. أنا عارف. هم ولا أنا؟ إذا حنا أنت تعادلت باللعبة هذه بس. إي باللعبة هذه؟ إي. مجموعة. تعال 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 بس تعال. اتركوا عندكم. 3-1. العصي
يا ولد الحين بعلمك الحين نلعب الفاصلة زين زين فهمت علي؟ بعده نشوف من الفائز. أكيد بجي هنا. إيه أكيد بجي هنا. السلام عليكم. عشان كاميرات بس يا ابو محمد. تبون جوال؟ لا. ها؟ لا. إذا سمح لنا عمو الحسين أخذ الجوال. ها؟ طيب. وين الكوتي؟ إيه هذا طنيان. جيب الكوتي جيب. بس مالي فيه والله. أنا بشرب مو. إيه. جيب لنا حلاوة. ها أبو حماد. أبو حماد في حب. جيب لكم حلاوة جيب جيب جيب. في حبتين مسروق أبو حماد. وين مسروق؟ رخ أبوه لا هذه. رخ أبوه. والله ان شاء الله اعطيكم فرجي من عندي شك كنت مسرع خلاص ابو حماد ها شك كنت عشانكم والله خلني اقهويك يا ابو حماد فنجان يدوي الراس بريه الحين محمد ومناحي اذا ما فوتني ما حضر اخصم مع محمد ومناحي وبابا بابا بابا انس انس بسم الله بسم الله اتمسك الفنجان ما يقوم بوكس لا دي خلاص امزحك ما اخذت اعطنا الحلقه الثانيه طيب خلاص تفضل الله يرفع قدرك هم 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 الحمد لله والشكر. ثالث. منقول 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 ما أقدر أخذ من جاي. نعم منقول منقول. على قهوة. أطلع فاصل. هذا أعطاني حد ثاني. هاوش. تمام. ديب. ديب. لا اكل ملا علي حلويات حلوه جدا شوف هذا قلب 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 يصير لا يتحمل هاك هاك هذا عاد منقوله اخ ابوي اصبعك ولا اصبعك لا خلاص بغاك اصبعي عمي ابي قلب عشان كذا ما خذيت تاكل نصيحه غير نصيحه غير والله عطني هذا تبي هدوء اصبعي 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 ملا الا اصبعي وين قهوتي؟ ثلاث مجال امد لك وتقول بس هاك هاك الحلاوة هاك انس اللهم لك الحمد سلم وين مناحي ولد؟ بجيب بجيبك الحين استعجل يا ولد جابوا لنا مويه احنا الظما شو هذا؟ يا اخي فرق هذا جايبه عز وهذا جايبه ابو غلا كنا جايب حب بالله اعطيني اعطيني بطري جايب هذا بالله اعطيني بالله ابو غلا وش تحس فيه ابو غلا برتقال اي بس هذا تصور لك اسم المستشفى انا صح انا في قناه واربعه بس ما احنا من نومي طلعتك من المستشفى كان اللي يجي يجيب لنا حلا ما بيسكر انا ما ودي اغوص بال خالي من النكهات والالوان ما بيسكر ما فيه شكرا ابو غلا الله يجزاك خير يا ابو غلا هذا حلو هذا حلو اي هذا عز الله حلو هذا حلو لا فناو هذا لا باقي مقفل مو مفتوح والله والله مقفل من قدام من قدام لا طريق يا عز تكفي عز انا ايه لا 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 والله مو بينا والله مو بينا عز حرام عليك هاي ايوه شف من هنا كيف؟ ها من ناحية يا ولد يا ولد ها واذا ما جبت لك وإذا ما جبت ما يمجي تبي تجي انت تاخذ مرحبا مسهل ما يمجي تصريح شوف خالد 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 لا دقيقه بعلمكم صبر يا ولد ما يمزح منكم انتم ابي اجيب الخالد والياسر واسحاته انت ماني جايب لك طبيته اشحاته نسينا يا ابو خوالي يوم كنت اقطع لكم من لحم ايدي واجيب لكم
هذا طمنه. قال لك بخيل وصوته واضح. معليش عندك عندك عادي. قال لك بخيل صح؟ اقصد كتفي كتفي. طيب. طيب. المسرد دي بسرعه تعال يا اخوي بنلعب. لا لا شوي شوي يا بيرو المسرد. مطول؟ شوي. يلا تحرى ما. طيب نسحب من الطاق. ما عندنا شيء. خلنا نسحب من الطاق صح. مبروك انس الميموني. خلنا نسحب من الطاق. انس او شرح الطاق كله اليوم انس. وين وين الطاق؟ احد يبي الورقه بالضبط. تاك تقاوب تويتر. عزوز نبي تويتر. عزوز نبي اتصالات. ها؟ نبي اتصالات. لا اتاك لا اتاك ما اتصالات تكفى. حفر الباطن. من يدق عليك بالثلاثة؟ حفر الباطن. تاك معلق. اليوم جاتك 100 نقطة في خذكاش ما دريت. لي؟ اي والله من فاطمة الاسلمي. منو؟ يا اخوان. فاطمة مدري عايشة. تاك معلق وش الحل؟ عايشة عايشة. الله يجزاخي. الله يجزاخي. اليوم حفر الباطن اعطوك 100 نقطة يا. حفر الباطن اعطوني حبهم عزيم ال 100 نقطة هذا. ما معلق والله خلاص كل واحد 100 وخلاص اظن تدري على سالفه على كلامك واحد 100 اي مقدم يجينا ترى يعطيني كل واحد ما نعطيكم اي مقدم انا مو اي مقدم انت محمد ابو بشر والله بس سعد كيف لك سعد بس نقول لا جاي تمشي لا هلا هلا عشان ما يوجع كتفه ها ابي عشان ما يوجع كتفه لا تغسل جيت ام يشرم ما تشناك يشرم 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 ما تشناك قسم انت اليوم ما تعب عطى مصر تعدى 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 عدى المايك يمكن متى تعدى عطى عطى الناس عطى الناس كذا ما اعطاني عطى الناس عز ما اعطاني من ما اعطاك البطانه عندك يا عز ماشي البطانه هنا عز خلاص خلص والله في واحد حق في واحد ثاني والله انت تحب اعطيك كثير كامل انت تسوي كذا طيب نبدا الامثله تبوش بالنار جاهز يلا بس ليه متفرقين الفرقه حر مناحي روح هناك انا استعد هنا والله انا مكاني جدك لا والله بسرعه يلا قمت انا قم قام خلاص ما يحتاج استاذني الربع كرمكم الله تفضل ناحي دون فضلك السلام عليكم هلا هلا والله يلا حي عساك طيب وشلوني والله بشرني طيبني بشرني بخير طيب طيب تبي من حلذا جاهز يا والله مجنون الحلذا عطى جاهز يا عطى عطى الحلاذ فاضي افات مدري شي فاضي يا ابو حماد ما يبي ما يبي والله يا ابو حماد تعال هذا حط ابوك محفظه لي انا وين اعداد الاعداد 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 الاغراض يا ولك تخليهم ترى نحتاجهم بعدين معليش شاب شنو سمي فريق دعم الاعداد اسمع الكور خلون عندنا قاعد يهوشوني والله مين اللي يهوش منهم عطني اسمه جروب دعم جروب دعمك تستاهل انك مقصر في جروب دعمك انت لا تنزل سنابات ولا تعطيهم يوميات ولا تفتح بثوث تستاهل فريق هذا شنو انت حذر شنو عند المايك قاعد المايك الربيز طايح اوه حذر جي كيف ذا طيب جاهز يا محمد طاله وقف هنا وقف هنا وقف هنا ايوه هنا ادش مو وقف ادش هنا عشان الكاميرا خلي هنا خلني هنا هذا عشان الكاميرا هذه تجيبك ولا هذا لا 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 بك اشرح لخويك ابش ولا خلاص خلاص هذا تجيب الكاميرا حط على حط على حط على محمد وقف خلاص وخله قدامه شوف لسانه اذا تحرك لسانه واذا تحرك هذه هذه محمد هذه معي انا طيب هذا هذه معي هذه ما اقرا مثال بدون صوت لا واشرح لخويك معك دقيقه يلا ترى اشوفك ها يلا واحد اثنين ثلاثة ابدا ست حلو الاولى الثانية كسر ايش قاعد تسوي؟ بس من على نمر كذا اسد كذا بس ارنب ارنب بس حلو عكسها حولها قط ايه اذا غاب قطع قفاه فزنا سجل لي واحد هنا استغفر الله يلا كاميرا عليك حط له كاميرا هنا يا معلم ترى ما راح يتكلم انت عنده غالي وين هذه الحين هذا كاميرا تجيبهم هات اللي معك عزوز يجيب الحوش طيب حط له كاميرا على الناحيه قرب شوي طيب محمد بن مسردين انتبه هذا المثال سهل كم كلمه أربع فيها حرف جر
أول ثلاث كلمات. الكلمة الثالثة طير اللي ما يعرف الصقر شوية. صح. طيب حطينا نقطة هنا. وضحت. أنا أعرف إنك ذكي تجيبها بسرعة. شفته؟ لا والله ما شفته. احلف. والله ما شفته. روح أنت وتعدي. خلهم مثلانا. لا لا. والله خلهم مثلانا وشرح لي. لا لا حط واحد هنا واحد هنا باقي باقي مثلة. تعال. بقرا بقرا مثال وارجع. لا لا انا كم مثال بس. يلا خلي اقرا اخوي. يلا اقرا. شو عيقوب اقرا والكاميرا عليك. ها الكاميرا عليك. يلا اجلس. الكاميرا على ايش اسمه أنس. كم كلمه كم كلمه مستعجل. ست كلمات. حلو. الكلمه الاولى هذه امسك. الكلمه الاولى. الكلمه الثانيه احفر. من حفر حفرة الأخي وقع فيها. هذا حرف جر يا رمة. مصر دي الكاميرا لك حطها مصر دي. لا تعلمه حرف جر كذا. يلا مصر دي ثلاث كلمات. لا لا احنا ستهم ثلاث كلمات. شو الأولى؟ أسد. بس بس البس يحب خناقه. صح. خناقه هذا شغل مثل سوري. لا خطا. البس يحب خناقه مو خناقه. خناقه كله صح. اعدل يا اخي اعدل يا اخي اعدل. صح. سامع 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 باب الحاره. تعال عطنا تايمر دقيقه الحين خلاص نبدا تايمرات. يلا تسمح لنا. يلا اصبر اصبر اصبر. تايمر جاهز؟ اي توك حطيت تايمر. اي قبل شيء قبل شيء ما كان في تايمر عشان كذا على هواكم اشوف من الذكي بسرعه. خلاص بدت 30 ثانيه. 30 ثانيه جاهز. 30 ثانيه دقيقه دقيقه خلت اجهز. لا 30 ثانيه قبل شيء دقيقه الحين 30 ثانيه. 2 3 ابدا. اربع كلمات. الاولى عين. قلت عين ام غزال. عين الاولى عين. الثانيه العين بصيره قصيره. صح صح يعطيك العافيه يعطيك العافيه. جاد ترى ما اعرف امثله واجد هذا اول مره اسمعها. طيب اخر مثال عند سهل عاد. اخر مثال عند مناحي. كم كلمه ابدا كبريده بدت تايمر صار معك 30 ثانيه. خمس كلمات. الكلمه الاولى. الكلمه الثالثه العين. الكلمة الثالثة عين. عين. لا قلي حرك. لا لا تحرك لا تحرك لا 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 هذا وش قطعة؟ تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. انت التايمر. انت التايمر. وقت انت كمل ابى اشوفه. خل نعرف وش هو. كمل خمس كلمات. خلاص راح امنحتك. قرد بعين امه غزال. عين انا اصلا قرد وشو؟ قرد. يا عيال انت طيب. هذا قرد يقول يقول هلا يقول هلا. انت قلت اللي ما يعرف صقر شوي. هذا يقول لك عين. يقول لك عين. نحسب قلت لك الثالث غزال. ما ادري والله غزال ما يقول لك. صوت يا شباب. قرد. ما سوى كذا هو سوى كذا. ايه خلاص الفايزين محمد طواله وانا بدنا بدنا لا دقيقه فسبنا النقطه هذه باقي يمكن ما يمكن ما ندري باقي رابع وخامس. المركز الاول كم له؟ طيب المركز الاول كم له عز؟ انا ما علمتكم كم المركز الاول ولا علمتكم كم المركز الثاني ولا علمتكم شيء صح؟ مثلا عن النقاط اذا كسبت لو بدون نقاط بعد لازم تجي نقاط. الف الف مبروك المشانزي. ليه ما تصفقون؟ ليه ما تصفقون المشانزي؟ عشان عشان ليه؟ ها؟ فاز بيش صفقه بس ما صفق له. ألف ألف مبروك لمناح الأسلمي ومحمد المسردي ومحمد طاهر ويوسف طاهر كان عبد العزيز الاسلمي.
كلكم فايزين يا حبيبنا يا انا والله جيت بلعبكم بالبدايه ما شرحت لكم النقاط عشان بعطيكم كل واحد كل مجموعه 2500 نقطه الله يبارك وتستاهلوا كل واحد 2500 لا مو كل واحد كل مجموعه انت مجموعتين صح 2500 بينكم او اسعد جوك يعني 1000 بلا دقيقه انا عندي كلمه واحد اثنين ثلاثه نسمع تحيه عز الرسول تستاهل تستاهل ابو حمراء شكرا تستاهل والله المقصد اني هات العلوم وبيجي العب معكم وبنستانس ونضحك والنقاط توزعت عليكم هي انا عندي 5000 نقطه اليوم كل واحد 1000 كل واحد 1250 بالعربي 1250 انا والله ما عندي حساب بس كل واحد 1500 ومناحي والمطبخ اليوم اخذت فيه 1500 الوكات تستاهلون و هالعمان وبسحب من التاج عشان الجمهور ابدي والله اليوم الكلمه ترى يستاهلون الجمهور والله عشان الجمهور والله يستاهل الجمهور والله كل شيء طيب طيب بعطيكم خمس دقائق اكتبوا وابدعوا بالتاق سلاسل سلاسل وشو سلاسل لين تتعبون التاق تاكم والتاق تاك تاك هو يقصد تيك تاك صح؟ تيك تاك صح هذا العلوم كيف وانا افهمك سريع اي والله يا جماعه هذا اقول لكم وانا جاي بالطريق بسك سؤالك بسك سؤال ودي اسالك من بزنس واحد من بزنس واحد مين اللي يسمى فقط تيك تاك؟ من يسمى فقرة تيك تاك؟ وش معنى تيك تاك؟ فقرة تيك تاك معناها يا طول عمر السلامة صوت عقارب الساعة الساعة لما تيك تيك أيوة صوت عقارب الساعة حلو ليش بالشارة تيك تاك لا استغل الوقت ويام القلايل لا تفوت فرصتك ألمهم أنك استشارك أيوة لا ما استشارك توك على الله المهم أحب الجحدة وش كنا نقول من يسمى؟ ايه يسمى طال عمركم جروب دعمي يستلم تحية يستاهلون 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 تحية يستاهلون ايش اسمه؟ تحية جمهور الساطي تحية جمهور راس الطيري تحية جمهور الراسي تحية جمهور راسي تحية جمهور مناحي خلاص بس انت التحية خلاص طيب محمد طوالة تحية رسالة كلمة تقدمها لأختك أمك أبوك اي شخص تحب توجه رساله من المنبر اعتذار رساله شكر رساله اللي تبي اللي تبي شيل هنا طلع اولا معك دقيقتين لا تطول استغل الوقت وياك والله ما يكفيهم الشكر بدقيقتين صراحه لكن راح نختصر اولا ابدا بالشكر من اهلي الله يبيض وجيههم على دعمي من دخلت البرنامج وتحفيزهم لي من قبل لا ادخل البرنامج هم اللي ارسلوني هنا وان شاء الله اني ابيض وجيههم وثانيا احب اشكر جروب دعمي والجمهور اللي واقف مع محمد الطوالة فالله يبيض وجيههم هذا وش الله يبيض وجيههم على كل ما قدموه لي من بدايه البرنامج لليوم هذا وهم جبل وانا اشهد اني مرتكي لي على جبل وما راح يخيبون ظني ولا راح اخيب ظنهم الله يجعلني باذن الله قد الهقوا اني ابيض وجيههم بالبرنامج وبعد ما اطلع من البرنامج وقدامكم الشيء الكثير توكم ما شفتوا شيء سلامتك تستاهل يا محمد وهذا اقل ما يقدمون لك انت شخص مبدع وشخص له حضور بالبرنامج والله يوفقك ان شاء الله اللهم امين انس سم طال عمرك انا اودي رساله لمنو اسم لاهلي طال عمرك ابوي وامي واخواني واخواتي اقول لكم مشتاق والشوق لعفين لكن هانت ان شاء الله باذن الله وجايكم باذن الله واعذروني على اي شيء قصرت فيه معكم برا البرنامج وداخل البرنامج لكن جايكم ان شاء الله باذن الله في المركز الاول بيجملكم باذن الله كوه. الله يبيض وجهك ومجمل الله يطول عمرك ومن الناس اللي نفتخر بهم الله يطول عمرك هذا القناه جنيه حرام عليك زود يا حبيبي على قدرك المناحي محمد شبيب لا والله ما بدل بعدك خلاص كسلت كلكم عيني انا ما كنسلوا اول حاجه بالنسبه للشعور بالنسبه لشعور الشوق الشباب ممكن اتكلم احنا كلنا نعيش نفس المشاعر احب اقدم رساله لكل من يسمعنا من هذا المنبر تغثق تامة أن حنا ما راح نذخر عن جهدنا من جهدنا عنكم ولا قيد أنملة كل ما نملك راح نقدمه لكم خلال الأيام هذه لو يقعدون هالعمان سنة حنا الأربعة بإذن الله حنا قادرين أن نشيل البث من يوم يبدأ اليوم ينتهي في المقام الأول في المقام الثاني بإذن الله راح نجيكم مثل أمس واليوم وبكرة وبعد بكرة برسائل هادفة وبقصائد جديدة وبأفكار متجددة وبفعاليات ممكن ما مرت عليكم من قبل حنا هذا كله مجتهدين أن والله أن نجلس أحيانا داخل الغرف أحيانا بعد البث وأحيانا أثناء البث مثل فترات بسيطة أنه نتكلم أنه كيف نجيب للجمهور شيء جديد أو شيء ما مر عليهم
بحيث انه مو بس احنا نغير من جونا، حتى انتم كذلك نغير من جوكم. وثغثغ تامه مجرد الايام الاخيره اللي بقت القليله، ان شاء الله انا نسعى لسعادتكم، وباذن الله نسعدكم بتواجدنا على الشاشه، وكذلك نقدم ما يليق بكم باذن الله، ونسال الله القبول من عنده وعند خلقه. آمين. الله يبيض وجهك ناحية على الرسالة الطيبة والهادفة، وما قصرت. وهذا أنا عشان كذا تكلمت اليوم أنا وصالح، صالح مكسر قبل لا تبدأ فقرتهم، يقول لي إحنا نتعب وحنا نجي من طريق طويل، وهو لا شك إنه المقدمين يتعبون، ولكن ما يجون ربع تعب المتسابق. أنا عن نفسي أشوف الشيء هذا، وللأمانة على مجهودكم هذا تستحقون تحية وكلمة شكر من أعماق قلبي أنا يا عبد العزيز. الله يطول عمرك. لأن مو بس أنتم، حتى الشباب اللي راحوا برا للمتسابق، أنا مريت بالشعور هذا، وكل المقدمين أغلبهم يعني جربوا وعاشروا شعور المتسابق. المتسابق ما تعبوا ما يجي ربع تعب المقدم، وأنتم دائما تشكروني على اللي أقدمه لكم، والله العظيم ما أجي ربع اللي قاعد تسوون أنتم للناس وللبيت. ليش؟ لأنه أنتم تقعدون من الساعة 4 العصر، لا أنتم الحاليين تقعدون الساعة 3 الظهر. نعم راح فقره مطبخ بعد. فتقدمون الساعه 1 الظهر، تقدمون ريالتي، وتقدمون رسائل هادفه، وتقدمون اشياء جميله، وتسعدون المشاهدين. ترى شفت الاشخاص اللي يبتسمون وترسمون الضحك على وجههم، ترى تكتسب لكم تكتسبون اجر من الشيء هذا اللي انتم قاعد تقدمونه. الحمد لله. فشكرا لكم جميعا. عفوا. والله العظيم لو نقعد نتكلم من هنا لما نهايه ما نوفي. الله يطول، احنا طول السلام مثل اللي يساعد بعضنا، انت يا المقدم تساعدنا، احنا نساعد لنصل للنجاح لهذه القناه العظيمه اللي مهما قدمنا لها ما راح نوفيها حقها، فاحنا هنا على قولتهم يد وحده للنجاح باذن الله. ايوه تستاهلون. محمد، اولا اشكر عائلتي اللي كبرت في البرنامج، اشكر امي وابوي واخواني، واشكر الرواسي اللي هم جزء من عائلتي، واقول اعذروني لو قصرت طيله الايام اللي راحت، انتم تستحقون اكثر، وان شاء الله اني بيضت وجيهكم وقدمت بما يليق فيكم يا عائلتي، ونوعدكم ان شاء الله. انا ما احب اتكلم يعني مبدئيا، لكن وصلنا يوم 81، نقول لكم ان شاء الله الوعد يوم المية، بتشوفون اللي يسركم على قولة محمد بندر الشيخة بيننا. نعم. تستاهل ابو تستاهل ابو تستاهل تستاهل يا محمد واهلك بعد كل اللي قدمون لك انت تستاهل. الله يطول عمرك. بيضت وجيههم وجملتهم بالبرنامج. كلمة حق ابو حماد ولقطع كلامك، ما احنا على نهاية البرنامج يعني، ولا هو باخر العهد. والله انك كسبناك اخو. بعد حي. والله العظيم بعدنا المقدم والإدارة كلمة حق نقولها، لا هو برياء ولا تزلف قدامك، أنت من الناس اللي كسبناها في البرنامج، من الفقرات اللي نحرص نحن نجيها ونتحمس نقول عز وش بيجيب لنا فقرة الأسبوع الجاي، صرنا نسولف شو تتوقعون بيجيب أبو حماد. فحب كبير ترى مهم منا، بس الأربعة من النسخة كلها يشهد الله وكسبناك أخو. والله يا أبو حماد والله إني ما راح ننسى نصايحكم أكثر. والله العظيم والله ما راح ننسى نصايحك، جيت تحت البث علينا نصايحك. والله تستاهل. والله العظيم اللي سبك بمرحلة ينصحك، فهذا ما نصحك إلا من محبة. والله يجزاك خير ويكتب أجرك يا حبيبي، بيض وجهك بياضة من هنا الحفر، ويدق تاور من عند عرعر ويرجع على الخارجي تاور يا بعد حيد. بعد حيد. ايوه هات العلوم كبر. والله خلنا نسحب التاق، صح نسيته. اي التاق قلت له التاق. ها الحين يزعلون علي الموضوع ذا ما يخص التاق، ذا موضوع ما يخص. والله انه معلق. البث البث فيه طحاطيح النسخه يا ايوه. ها فتح فتح فتح. بش عسى فتح. بي يا جماعه الخير، ما راح اسحب الموجودين اللي طلعوا، الله يوفقهم اللي بسفره عمان يستاهلون كل التقدير والاحترام، لكن احنا عندنا الاهم اللي قاعد يتعبون الان وقاعد يقدمون الشيء الكبير لكم. يستاهلون اللي طلعوا. معلش ابو حماد، ودنا انها العموم سواء احنا ولا اللي برا. والله والله العظيم يستاهلون. ولا هو ولا هو يعني ترى احنا عندنا احنا معك لين صرنا الجمهور، ودنا الجمهور للعموم. كيف قاعد كيفك على انت؟ وكيف والله يستاهلون. والله العظيم يستاهلون كلهم، واقل ما نقدم لهم طلعتهم هذه تكليف وتشريف. اي والله لهالقناه العظيمه هذه الممثله يعني للشباب الطيبين. بس انا قصدي انه عشان انكم موجودين. قصدك والله معروف ابو احمد. اي والله والله اني عارف ايش قصدك. بس هذا قصدي يا حبيب اخو، انت ابوها وسمها. ولكن انا اشوف ال ابدا يعني الحقيه اللي تبي
الموجودين لو انهم طالعين مثلا اثنين ولا ثلاثة عادي مو مشكلة، انتم تدرون اني دائما اسحب وهم ضايعين. ايوه لكن النسخة كلها وانتم اللي بقيتوا وانتم اللي الحين على البث وانتم اللي تستاهلون وكل الكل يستاهل. الله يطول عمرك ابو حماد. نحدث. قولوا بس. بس بس. قولوا بس. 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 برا. نسحب مرة ثانية. وقف. طيب. وقف يا مس. اصبر اخوي بالله الحين خلاص. وقف. ما اقدر. طيب. وقف. وقف. ألف 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 مبروك. أنا ايش فيك؟ اسمي ما راح تنطق. ألف مبروك محمد المسر الدين. ساي. من ابو حماد ولا راح؟ والله راح طلعت منه على طول. بيض الله وجه اللي كتب. طيب نرجع نسحب مره ثانيه. قول بس. بس بس. من اللي برا؟ نرجع نسحب مره ثانيه. قف. وقف يا اخي. خلينا نحدد التاج دقيقه. خلينا نحدد ننزل تحت. على على راح معلم خلها العموم. 81 يوم. طيب. ما طلع اسمه. عدوا بس. والله ابقى لحالي في الهواء. ألف ألف مبروك. سهل. شكرا يا عائشة. شكرا شكرا. طيب علق التال. علق عشان جماهيري. محمد أنس مطيري يستاهل 100 نقطة. يستاهل. يستاهل 100 نقطة. من كتب لك؟ أبو حماد اللي كتب. ها شيك شيك. لا والله ها شيك. شوف 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 شوف. نبيكم سوا سوا عكس بعض. اصدق واحد اثنين ثلاثة. ايوه. خلاص تعال تعال خلاص. اركض 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 اركض. طيب وش عندنا بعد؟ خلاص خلصنا سحبنا وامشي. سولف. ما العلو. انت مسير علينا. ما تروح اصبر. ما تروح. الان انت عز المقدم. عز رياض. لا 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 اجلس شوي. اجل اجل. تكفى حماد. لا لا والله صار الحين. اقول لك ما تروح. ما تروح. خلاص اسمع. لا 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 انت انت انت. بيض الله وجهك. تم بيض الله وجهك. بس شوي ما اطول عشان لا تشتغل عاد شوي. ساعتين صح؟ ايش وين؟ الوكاد عاد اقولك وما انا جاي طالع ما طالع ما الساعه كم؟ ساعه مطار. اوه ما نسال ثلاث. والله مش تبيج. خلاص رايكم اروح اجيب لكم بيض. انا بروح انا بروح. راح اجيب لنا بيض لو يجي. انا بروح. ها؟ لا 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 ما تروح. انا ما تروح. لا لا والله ما تروح. لا 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 هذيك انس عندي عندي ازهل. الله يهديك. بروح الحين انا بقعد معكم شوي واروح اجيب لكم مجوز. يا جعنا ما طيب. بعد روح هيا بعد روح كل يوم اللي وكل شيء. لا ما عليك ما نضبطك في مطعم ما يقفل تو اتذكر. ما عليك. طيب ايش كنت بقول انا؟ ايش كنت بقول؟ نسة العيون. ايوه العلوم. خلينا نغني مع بعض ايش رايكم؟ لا غنن لا كلنا كلنا. انا بقول لك حاجه. انا سمعت عدي زلزلي صوته حلو ودخل البرنامج بناء على ذلك الا انه 81 يوم ما سمعت صوتك. انا اسمع صوتك ولحالك بشرط يطول. لا يغسل يبدا يغسل لك البيت. اسمع ابيك لا عاد تبتلي بس طول تكفى عز. لا عاد تبتي نقطتي مع ايدي ما دام قلبي معت وش داعي الدمعه. انا مع الناس حلم صعب تحقيقي تحقق الحلم لت والناس مجتمعه. اوه سلامتك. اوه ما يطول. لا لا احنا ما واحده ثانيه. واحده ثانيه هذا طلعها من اقراحك تكفى. طول تكفى. الله ان شاء الله تبارك الرحمن. كريم يا فارق سرى محلى رزي ما رعد فيه محلى رزي ما رعد فيه يا ابو ثوب نمشي
النجارة تواه من السوق شاريه تواه من السوق شاريه قم حبني لا تعذرا والعذر ماني ينبغي والعذر ماني ينبغي الله الله انصر دينك انصر دينك صوت دينك صوت دينك شكل زين جمهورية انس انس وين رايح انس جيبوا اركب بسرعة بسرعة انس انس صوت زين زين انا ايش حظك قسم بالله تعيش عادي عادي تمون تمون اخي تعال 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 مش تقي تعال ضع الجنب نسمع من انس صوت تفضل يا انس غني والله ما غني ليه والله وني ايش طيب خلينا نغني تعال جنبي تعال جنبي كلكم شيلوا 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 تعال تعال كلكم تعال شيل 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 قطع 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 المعذره يا ابو ما شفتك ابو طلع شرها علي رجال قربوا 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 كلكم كلكم قربوا قربوا ايوه فعلا يلا يلا غني غني جماعي مع بعض وش حافظين انتم انا عندي حل وش افتح الكلمات حطها هنا طيب وش نغني به ملاقيف ما نقدر نشوف احنا لا دقيقه نغني سرعه انت في اغنيه هنا تحت لا اصبر اصبر نغني طول العمار لا لا خلاص يا غايب عني لا ما هو زين لا لا باجيك ما اجيك بجيك روحها طويل القطوع على المواصل حافظينه؟ يلا يلا حلو معك القطوع على المواصل يا القريب البعيد من مسلطك؟ من هو اللي مصرح لك تسلط علي؟ ايوه بس بس كمل تحفظ يلا يلا واحد اثنين ثلاث القطوع المواصل القريب البعيد من هو اللي مصالح لك تسلط علي هل معك قوة السلطان عبد الحميد أو معك صوت جال الحكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزعتني عن ربعي وعن أهلي أول الوقت متحرص حضري جديد الله 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 صدق يا رب ما يقصوني لا ما عليك معناته انا اسمع اللي يقصون كبيره طيور شلوا بالطوع يلا على وجه تكفوا لا تقصون انا تكفل منكم يلا سولفوا لي يلا سولفنا انت احنا سوالفنا على العالم كنت سولف انت